مدرسة لاتوناد بيروت تفتتح حرمها الجديد في بصليم. قبل أيام من افتتاح العام الدراسي، سعت مدرسة الأتينيه بيروت إلى الظهور بحلة متجددة ومتطورة تراعي المواصفات العالمية في عالم التربية، حيث افتتحت الإدارة برعاية السفير الفرنسي باتريس باولي حرمها الجديد في بصليم في حضور حشد من أولياء الطلاب ورجال الأعمال وفعاليات تربوية واجتماعية، بالإضافة إلى المدير العام للتعليم الرسمي الدكتور فادي يراء. الحضور جال في أقسام الحرم الجديد الذي سيشكل واحة تربوية من أجل بناء جيل جديد مؤهل لاستلام مسؤوليات الغد، كما كانت كلمات شددت على أهمية هذه الخطوة والنظام التعليمي الجديد. لقد سعينا جاهدين إلى الوصول لأهدافنا في وقت قياسي، لذلك من أجل الوصول إلى المعايير الدولية الأهم في عالم التربية. استغرق معنا الوصول إلى هذه النتيجة المبهرة 15 شهرا من العمل الشاق والجهد الدؤوب. نحن هنا لنؤكد أن التعليم رسالة السلام والمحبة. التطور الحاصل في الأتينيه دو بيروت والذي نقل المدرسة إلى أفق جديدة يؤمل أن ينتقل بدوره إلى كافة الصروح التربوية والتعليمية في لبنان، لما فيه من أمل في مستقبل واعد لهذا الوطن.